الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فصل في أداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب، بالراحة يا ابني، شوي 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 شوي. الإنسان إذا نام يسمى موت صغرى، لأن الله قد يمسك الروح فيموت موت كبرى، أو ترد له الروح فيعود إلى الحياة مرة أخرى. ومن هنا عندما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كيف مات؟ مات الموت الصغرى. طيب، الإنسان عندما ينام هو لا يدري، يعني يعود للحياة مرة أخرى أو ينتهي. والحديث واضح: يبعث المرء على ما مات عليه. ومن هنا إن تموت رجاء رجاء قبل النوم أن تقول الأذكار، فإذا مت مت على ذكر، فاستيقظت ذاكرة. أكرر: إذا نام الإنسان الله أعلم تعود إليه الحياة أو لا تعود. قد يموت، فإن مات عادي، لكن يا مولانا القضية ليست عادي. إذا مات الإنسان بعث على ما ترك عليه الدنيا. كيف يبعث على ما مات عليه الدنيا؟ الذاكر يبعث ذاكر، والشهيد لا يغسل حتى يقوم بدمه. كل واحد يقوم على الحالة التي فارق الدنيا عليها. رجاء أن تستيقظ قبل الصبح لتمهيد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 6 ركعات قبل صلاة الصبح، وكان يتوضأ، ووضوء الرسول لا ينقض الوضوء، لأنه إذا نام تنام العينين، تنام العينين، لكن القلب صاحي يذكر الله. ومن هنا قال العلماء خاصة الشافعية أن النوم لا ينقض الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، لكن كل صلاة ورش ونافع وقلون. خلاص، عارف ورش؟ صديقي، يعني ورش ده صديقي، هو عالم وأنا مش عالم أوي، يعني هو مصري أنا مصري، هو مسلم أنا مسلم، هو رجل أنا رجل. تعرف ورش؟ مش عارف حاجة خالص. في مولانا يعني أمور رسول يفعلها. طيب، الله يرى الصحيفة وهو أعلم بما فيها، فيقول للملائكة: انظروا إلى صحيفة عبدي واشهدوا أني غفرت له ما بين الذكرين. ما هو الذكر الأول عند الاستيقاظ؟ ما هو الذكر الثاني عند النوم؟ هذه صحيفتك من الساعة 5 إلى الساعة 4 إلى الساعة 4 ملكان، ثم من العصر 4 إلى الصبح 4 ملكان، يدونان كل شيء. فإذا كان البداية ذكر والنهاية ذكر، الله يقول للملائكة: اغفروا لعبدي ماذا؟ ما بين هذا الذكر وما بين هذا الذكر. في الوسط ذنوب، كبائر، محرمات، خير من الله لا نعرف، لكن لا أحد فينا معصوم، وكلنا نرتكب ذنوب. فإذا الإنسان ذكر ربه، الله سبحانه وتعالى سيعطيه. كيف يعطي؟ إذا نظر في البداية ذكر وفي النهاية ذكر، الله يغفر. ومن هنا الشيخ لا ينسى،
من هديه صلى الله عليه وسلم الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ. يلا بالراحة شوية كده، يعني أذكار أنتم تعرفون لا نشرح فيها كثير. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله. شوف شوف البداية، الشيء لو كان جيد جميل. يا مولانا نعم نسألك سؤال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق والخير على يديك، يجعل الشيخ مبسوط يفكر في الإجابة. يا مولانا نعم سنسألك سؤال، لكن رجاء لو لا تعرف تقول لا أعرف. فيها كلب برضه، تتصب بالشيخ في البداية ثم تريد من الشيخ أن يعطيك جواب. يا مولانا نسأل الله لك الخير والبركة ثم نسأل عادي، لكن من البداية هجوم، أول القصيدة كفر، ما ينفعش. شوف العربي زمان كان دايما في البداية طيب، يأتي بالشيء الجميل. العرب تحب النساء والعجم أيضا يعني، لكن دايما الشعراء يقول لك العرب تحب النساء، يعني أنتم لا تحبون النساء يعني؟ شباب، الله له أمور صغيرة لكن يحبها، هذه منها. في أمور صغيرة خالص لكن الله يحبها، الله يطلبها. البداية ذكر، النهاية ذكر. شوف انظر للكتاب كده، في تاجر حرامي، هات يا ابني كتاب كده، تاجر حرامي لكن شوف الشكل جيد جدا من الخارج، ها شكل جيد جدا من الخارج، لكن جوه استغفر الله طبعا سيئة جدا. هذا التاجر الحرامي يضحك علينا صح؟ الله سبحانه وتعالى يقبل، يقبل أن تضحك عليه؟ لا، الله يقبل أن يكون البداية جيد والنهاية جيد، حتى يأتي يوم وتتحول ما في الوسط إلى جيد. فهمت؟ إصلاح الظاهر ثم إصلاح الباطن. ابدأ بداية قوية. قال ابن عطاء: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. من جد وجد ومن زرع حصل، والأعمال بالخواتيم. شوف المقدمات من المهمات، ثم في النهاية والأعمال بماذا؟ بالخواتيم. فإذا كانت البداية مهمة، الخواتيم مهمة، ما بين البداية والنهاية الله يغفر ويرحم. عشان كده أول ما بدأ الشيخ بدأ بأذكار الاستيقاظ قبل أن يتكلم في شيء. يقول: بدايتنا على الطاعة. قلت لحضراتكم: بداية الهداية طاعة، ونهايتها طاعة، وما بين الهداية البداية والنهاية ماذا؟ طاعة. قول يا سيد. والعزة والقدرة لله رب العالمين. اعتراف بالعجز، لا حول لنا ولا قوة، اعتراف بالعجز. جميل جميل أن العبد يعرف حقيقة نفسه. إذا عرف الإنسان حقيقة نفسه انتهى الأمر. إذا عرف الإنسان ما هو انتهى الأمر. أنت مين؟ أنت عاجز. شوف سيدنا علي كلام والله خطير، يقول: كيف تتكبر؟ لماذا؟ كيف تتكبر وتحمل في بطنك إيها جيفة؟ إيه جيفة؟ جيفة قذرات، غائط. كيف تتكبر على ربك وأنت تحمل في بطنك جيفة؟ سبحان الله. شوف 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 كيف يجعلك تكون ذليل أمام الله. لكن لنا الحمد، لله الحمد والمنة والشكر أننا لا نزل إلا لله فقط. قول يا سيدي. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. أي فطرة الإسلام؟ فطرة الإسلام العبادة. ما الفرق بين عبادة الإنسان وعبادة الحيوان؟ الحيوان يعبد بالفطرة يعني بالخلقة، ده الحيوان، لذلك الحيوان لا يعصي، أما الإنسان في شيطان يجعله يعصي. ولذلك من الذي يدخل النار؟ الجن والإنس. من الذي يدخل الجنة؟ الجن والإنس. أما الملائكة، الملائكة غير مكلفة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
الحيوان لا يعصي. فهمت؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ابن عباس: لم أعرف معنى كلمة فطرة إلا من أعرابي، تخاصم مع أعرابي آخر فقال الأول للحكم: أنا فطرتها. ما معنى فطرتها؟ أي صنعتها أو خلقتها. الفرق بين الصناعة والخلق ماذا؟ الصانع يصنع بأدوات موجودة. صانع الطعام، نحن نفعل إيه مولانا؟ نحن نفعل أرز، الماء موجود، الملح موجود، الأرز موجود، النار موجود، ده اسمه صانع، الأدوات موجودة. أما الخالق هو الذي يوجد الأرز من العدم. هذه الفرق بين الخالق وماذا؟ والصانع. لكن تجاوزا لا نعترض. قول يا سيد. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده تصحيح للعقيدة، تصحيح للعقيدة. أصبحنا وأصبح الملك لله. ها، على دين الله؟ لا لا، يعني الدين من دان يدين، أي الالتزام. والدين عبارة عن مجموعة من الأحكام التي يلتزم الإنسان بها، أمرا فيفعل، نهيا فيجتنب. مجموعة من الأحكام، إن شاء الله هذا يأتيكم في الستين مسألة في كتاب إحنا انتهينا منه من عند قدح، كتاب في الفقه، والله كتاب كان جميل، سهل بسرعة كده، يعني مر طعمه جميل خفيف كده، اسمه الستين مسألة، ممكن نقرأه عندكم قبل يوم القيامة. لازم قبل يوم القيامة، بعد يوم القيامة أنا مش فاضي، بعد يوم القيامة إحنا مع الحور العين يعني. خلاص مش فاضين، لا مذهب شافعي ولا غزالي ولا حاجة خالص، إحنا يوم القيامة خلاص ما فيش علم، في حور عين، ولا أريد أن أرى وجه واحد منكم، لا أريد أرى وجه واحد منكم، أنا مش فاضي، الشيخ مش فاضي، سأجعل كده على الباب كده، الشيخ مش فاضي. كفاية علم، علم في الدنيا. يا سلام يا سلام يا سلام على الجنة. الجنة ما هو ما أدراك ما الجنة؟ طيب، هذا الكلام الذي نقوله هو عقيدة، مجموعة من الأحكام المشتملة على أوامر ونواهي على المكلف أن يلتزم بها. من هو المكلف؟ بالغ عاقل سليم الحواس وصلته الدعوة الصحيحة. خلاص يا أهل الله، قول يا أبي. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سمي الدين ملة لأن الله أملاه على جبريل، وجبريل أملاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أملاه على من؟ على الصحابة، والصحابة إلى التابعي إلى تابع التابعي إلى أن جئت أنا أمليك الآن. فسمي الدين ملة من هنا. خلاص، ملة أبيكم من؟ لماذا إبراهيم؟ أبو الأنبياء، هو الذي دعا أن نكون من المسلمين. فنحن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الإيه؟ من الثمرات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الغزالي له كتاب صغير في الإحياء اسمه العقيدة الصغرى، وله كتاب اسمه العقيدة الكبرى، جميل أوي هذا الكتاب، طبع طبعات جيدة، كان مطبعة الحلبي، أنا آخر نسخة اشتريتها أنا يعني، قال الرجل دي بخمسين قرش، صغير خالص، أنا قلت غالي، خمسين قرش كثير، هذا الكلام أكثر من 25 سنة، قال الرجل هذه آخر نسخة. لكن في طبعات كثيرة طبعت، ومولانا زروق يشرح، شرح مولانا زروق العقائد، وهي موجودة، العقائد الكبرى والصغرى موجودة في كتاب الإحياء. لكن الإمام الغزالي مصر على أن الإنسان يجدد العقيدة، عشان كده رجاء تقرأ منظومة عقيدة العوام، رجاء تقرأ.
احنا لينا فيها كتابين مختصر ان شاء الله يعني بعد 10 ايام يخرج، ولينا كتاب كبير شوية، لكن انا ادعي المختصر سهل والكتاب الكبير اسهل منه، لكن يعني رجاء تقرأ، وكل ما تقرأ تقول لأحبابك. أفضل طريقة للفهم والحفظ أن تشرح، تأتي بإخوانك الصغار بأقاربك بزميلك وتشرح لهم، عندما تشرح لهم لا شك أنك ستفهم، ولا شك أنك ستحفظ، ولا شك سيأتيك الفهم من الله والمنحة من الله. الشرح جيد يا ابني، الشرح ربنا بيعطي فيه فتح، وكل إنسان له فتح، والفتاح هو الله. ودائما كده تكتر يا فتاح من غير مفتاح، يعني يا رب ارزقنا الفتح من غير اسباب، يا فتاح من غير ايه، لا يفتح الباب الا بايه، بمفتاح، لا يفتح الباب الا بمفتاح. فنحن نقول يا رب بمفتاح، من غير مفتاح افتح يا فتاح، خلاص. وكانوا يقولون برضو من اسباب الفتح بعد صلاه الصبح، ضع يدك اليمنى قريب من قلبك وقل يا فتاح 70 مرة، إن شاء الله يأتي الفتح. هذا كلام نص عليه مولانا الغزالي، يا فتاح يا فتاح، سيأتي في منظومة أسماء الله الحسنى لمولانا الدردير. قل يا ابني. اللهم إنا نسألك، اللهم يعني يا الله، والميم ميم الجمع التي تشمل كل أسماء الله الحسنى، فاللهم معناها يا الله، يا واحد، يا أحد، يا كل الأسماء، ولا يجوز لك أن تقول يا اللهم، ممنوع. اللهم يعني معناه يا مولانا، يا الله، والميم ميم الإيه؟ الجمع. ما معنى ميم الجمع؟ التي تجمع جميع أسماء الله الحسنى. قول يا سيدي. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير. ما هو البعث؟ إحياء الله الموتى من قبورهم بعد موتهم. فكأنك تقول يا رب إن مت فابعثني على خير، فابعثني على إيه؟ وإن أحيا أحيني على خير، انتهى الأمر. ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو نجترح، أي نفعل. فهو يدعو الله ألا يفعل السوء ولا يكون سببا في فعل السوء، فلا تجعلنا يا ربنا ممن يفعلون الشر أو يساعدون على فعل الشر، أو يجره أحد إلينا، يجره أن يكون أحد سبب في ورود الشر لنا، لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه. كان الحسن البصري يقول إذا جاء اليوم يقول ينادي يا ابن آدم أنا على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود. شباب، ذكر العلماء للوقت خصائص ثلاثة، رجاء تحفظ، للوقت خصائص ثلاثة، واحد الوقت لا يباع ولا يشترى، خلاص فاضل على الامتحان أسبوعين، أنا أريد شهر، من يبيع لي أسبوعين؟ الوقت لا يباع ولا يشترى. اثنين الوقت لا يعود، إذا انتهى انتهى. ثلاثة الوقت تحاسب عليه. هذه أمور كلها صعبة، لا يباع ولا يشترى، فإذا فقدناه لا يعود. يا ابن آدم، كذا كلام الحسن البصري، يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود أبدا. أنا يوم جديد، خلي بالك، هذا اليوم فرصة من الله لك، لكن غدا ستحاسب عن عمرك فيما فيما ايه؟ افناه.
وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا. نعوذ هو يعني طلب المساعدة، أعوذ أي أطلب، نعوذ بك أي نستعين بك يا الله، هذه كلمة أعوذ، نلتجئ نطلب الحماية، فمن لم يطلب من الله ممن يطلب؟ وشر ما فيه. حاضر. فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك. ده كلام رهيب. ما من عمل إلا رجاء أن تفعله بنية، فإذا فعلته بنية أخذت عليه ثوابا. كان مولانا ابن الحاج صاحب المدخل، تعرفون كتاب المدخل؟ هذا الكتاب يعني جيد أوي، مؤلفه مالكي لكن من أهل الله. هذا كتاب المدخل بدأ بالنية، قال إني أفتح الباب بخمسة وعشرين نية، باب يخبط أنا أفتح لعله ضيف أكرمه، قريب أصله، سائل أدله على المكان، محتاج أعطيه مال، نيات نيات، ثم يفتح الباب لا يجد أحد، فقد أخذ ثواب كم؟ 25 نية، 25 عمل. إنما الأعمال، خلاص إنما الأعمال بالنيات، خلاص يا مولانا. يبقى في هذه الحالة لا تفعل شيء إلا بنية. طبيعي أنك عندما تستيقظ تلبس الثياب، البس الثياب بنية ستر العورة، فستحصل على ثواب. إن لم تنوي ستلبس الثياب، لكن في فرق، المرة الأولى تلبسها عبادة، والمرة الثانية تلبسها عادة. العادة لا ثواب فيها، العبادة فيها ثواب. واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراعاة الخلق فتخسر. رياء، تكبر، يريد أن يظهر أنه من أصحاب الثياب الفاخرة. لا مولانا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها فين. يركب سيارة فخمة، يلبس أحسن الثياب، لكن قلبه متواضع، معه في جيبه مليون جنيه، لكن عندما يمشي في الشارع يعامل الناس كأنهم سواء. أدي معنى الكلام، اجعل المال فين وليس فينها، في قلوبنا. قول يا سيدي. آداب دخول الخلاء. يا سلام يا سلام. خلاص الإنسان إذا استيقظ ماذا يفعل؟ مدة طويلة، 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات من غير حمام، يذهب للخلاء. الخلاء ليه؟ لأن زمان قاضي الحاجة كان يذهب إلى الصحراء يقضي حاجته، وكانت العادة أن الرجال يخرجون نهارا فرادا، والنساء يخرجن ليلا جماعات، لا أحد يرى أحد، ثم نفحر حفرة غائب، فإذا تبرز الإنسان يغلقها، خلاص لا ذباب ولا رائحة سيئة ولا مكروبات ولا شيء. في آداب للخلاء، في آداب. طب الآن في الدور في حمام، لكن الكتب القديمة لا تقول حمام، لأن الحمام كان للغسل فقط. أما اليوم الحمام بمعنى مكان الاستنجاء والوضوء، له آداب، آداب بسيطة ليست صعبة، أنا أحكي بعضا منها. قل دخل بقدمك اليسرى وقل أعوذ بك من الخبث فيخرج رجال الجن، والخبائث فيخرج نساؤهم. هناك فرقة من الجن الكافر اسمها فرقة العمار، يحبون النجاسات فيسكنون في الحمامات والدور، فإذا دخلت كن في أمان. ماذا أفعل؟ أدخل برجليك اليسرى إكراما لليمنى. طب ما الدخول باليمنى مخالفة للسنة، مكروه. ثم قل عادي هذا الدعاء، أعوذ بك من الخبث والرجاء. لا تتكلم، لماذا تتكلم في الحمام؟ في بعض الناس يحب الغناء في الحمام، هو يغني، يقول يغني كذا، يعني يغني ريندو
يغني، يغني للمحبوبة أي حاجة، يقول لك ريندو أوبي يشتاق إلى الأوبي، أي حاجة ريندو ستيه، أي حاجة، المهم يعني أي حاجة وخلاص، هو يعني عاشق فيغني في الحمام، مبسوط في الحمام. ما جعل الحمام لهذا؟ الحمام مولانا اسمه قضاء الحاجة. ما معنى قضاء الحاجة؟ إذا انتهت حاجتك لا مجال للجلوس. نحن جئنا هنا إلى هذا الرواق لحاجة، إيه الحاجة؟ الدرس، انتهى الدرس الشيخ يمشي خلاص، الشيخ لم يأتي ضيف. أنا أريد أن أذهب للسيد بطاطس عشان أتكلم معه في موضوع، انتهى الموضوع الشيخ يمشي، الأمر انتهى، نحن لم نأتي هنا إلا للدرس، انتهى الدرس نمشي. دخولك للخلاء حتى استنجاء، أي طلب النجاة من البول والغائط، إذا انتهى خلاص يعني الموضوع منتهي. من هنا يا أهل الله، إن شاء الله يكرمنا ويكرمكم ويجعل الجنة مثوانا ومثواكم رجاء، إذا دخلت الحمام لا تتكلم إلا للضرورة. اثنين، رجاء يا مولانا، نعم. وأنت في الحمام تستخدم اليد اليسرى، لماذا؟ إكراما لليمنى، تتكئ على القدم اليسرى، هذا في الحمام البلدي ليس الحمام أفرنجي كما عندكم، لأن الاتكاء على القدم اليسرى أسرع لخروج الخارج النجس. رجاء لا تنظر إلى البول ولا إلى الغائط حتى لا تتأذى من الخارج. بعد ذلك مولانا عندما تخرج تقول ها غفرانك. لماذا غفرانك؟ في 10 دقائق 5 دقائق أنا في الحمام لم أذكر الله، فأنا أعتذر لله أنني لم أذكره في 10 دقائق. فما بالك من يجلس أمام ماتش، أمام فيلم، يلعب كرة ساعات لا يذكر، خلاص. طيب مولانا، الاستنجاء الذي نتكلم عنه الآن هو مقدمة للوضوء، والوضوء مقدمة للصلاة، فنريدك أن تتخلص من الأذى في بطنك، فصلاة الحاق مكروهة وصلاة الحابس مكروهة أيضا. ليه مولانا؟ لا تؤدي إلى الخشوع، فهو محصور، يريد الشيخ متى يمشي، متى يركع، متى يسجد، متى يسلم، مستعجل، هنا لن تجد طعم للصلاة، والصلاة لها طعم ولها لذة. يلا سيدي. فإذا قصدت بيتا ما إلى قضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى. قال صلى الله عليه وسلم: تيامنوا فإن في اليمين بركة. فصار التيام في كل أمر جيد. عندما تخرج من المسجد تخرج بالقدم اليسرى، لكن عندما ترتدي النعل ترتدي بالقدم اليمنى. عندما تصافح باليسرى عيب، تصافح باليد اليمنى. قول يا سيد. ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى واسم رسوله. مكروه، مكروه أن تدخل الحمام بذكر إلا إن تطمسه. امرأة ترتدي سلسلة ذهب مكتوب عليها الله، الله أكبر، بسم الله، لا إله إلا الله في صدرها، تجعلها قوة. طيب القرآن في الموبايل كده، ده ليس قرآن. فلو قلت أن القرآن في الموبايل يخرج برا، إذا كل من يحفظ جزء في قلبه يخرج قلبه، صح؟ قول يا سيدي. ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين. حافي القدمين علشان النجاسات. الرأس، الشيخ الغزالي يحذر، يحذر من يدخل الحمام من غير غطاء للرأس،
كأنه يقول أن غطاء الرأس يحمي من الشيطان. هذا كلامه يحذر، يحذر من يدخل الحمام من غيرها غطاء للرأس، كأنه يقول وستقرأ أن غطاء الرأس يحمي من مين؟ من الشيطان. قول يا سيدي. وقل عند دخول بسم الله أعوذ من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. شيطان بعيد عن الحق، الرجيم يعني المطرود المبعود، والشيطان مأخوذ من شطنا أي بعدا. قول يا سيدي. وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني. ما هو الطعام؟ الجسم يأخذ المفيد، والزائد من فضل الله يخرج فضلات. لو هذا الزائد موجود ستمرض. ومن هنا الحمد لله الذي أذهب عنا ذلك. الحمد لله الذي أذهب عنا ذلك. قول يا سيدي. وينبغي أن تعد للغسل قبل قضاء الحاجة. يعني إيه؟ قبل أن تقوم بجمع ما قد يكون في يديك بعض النجاسات، حضر الماء قبله حتى نضمن أن الإناء من الخارج لا يلوث. حضر الكوب الذي تخرج به الماء. فدايما يا شباب الاستعداد مهم. وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة. هذا الكلام يعني كان زمان، اليوم تغير الأمر. فإن هنا تفعل النجاسة رجاء تستخدم الماء هنا حتى لا يقع الماء على النجاسة فيلوث ثوبك. لكن الآن في ماسورة، النجاسات تمشي بسرعة والماء يمشي بسرعة. هذا الكلام تستخدمه لو أنت في صحراء، فهذا المكان فيه نجاسة، رجاء تمشي شوية كده وتنظف نفسك حتى لا يأتي الماء على الغائط فيأتي في ثيابك فيتلوث فيتنجس. وأن تستبرئ من البول والتنحنح والنزل ثلاثا. في بعض الناس عندما يستنجي يقول مولانا أنا أشعر بأن قطرة تنزل. صح. شوف مولانا، البول عبارة عن كيس ماء فوق الآلة، فوق الذكر، المثانة، كيس كده تحت السرة، كيس كده. هذا الكيس كلما الماء كثير، الماء ده أملاح، الفضلات والزيادة في جسم الإنسان من الأملاح تتكون بول. هذا البول يكثر ثم يضغط فيخرج. لكن ممكن في الآلة في القضيب كده قطرات في الوسط فتحتاج تتنحنح. شو كأن البطن تطلع فوق تنزل تحت، فلو في قطرة في الوسط تخرج. ثم رجاء مولانا أن تضغط ضغطة خفيفة كده أسفل الأنثيين للرجل. ليه مولانا؟ تساعد البول يمشي. ثم تنفض الآلة، تنفض ذكرك شوية كده يعني برفق، واحد اثنين كده ثلاثة. ليه مولانا؟ حتى يخرج البول. هنا الحمد لله نضمن أنه لا يوجد بول في مجريها، في مجرى القضيب. وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. وإن كنت في الصحراء فابعد عن عيون الناظرين. ليه مولانا؟ حتى لا يرى عورتك أحد. أستر نفسك على الأقل بثلثي ذراع، ولا تخلع ثيابك إلا وأنت أسفل إلى الأرض أقرب. نوع من أنواع الإستار. الإنسان لا يمشي عاري كده أمام الناس يا ابني، حرام. في حياء بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء خطأ شائع. أنا رجل ورجل. إيه يا مولانا؟ الرجل له عورة، بعورة الرجل إلى الرجل ما بين السرة إلى الركبة عورة.
أنا مرأة في عورة للمرأة، بين المرأة والمرأة ما بين السرة إلى ليها إلى الركبة، وما عدا ذلك في عورة حياة. لكن الرجال لا يخجلون من بعض، والنساء لا يخجلن من بعض، كل ده ضلال مبين. كشف العورة أمام الطبيب لضرورة، غير كده لا. فهمت؟ خلاص لازم الواحد يحافظ يا ابني، والا يقع يعني يسقط من نظر الله، ونظر الله رحمه. نسال الله ان يغفر ذنوبنا وان يستر عورتنا جميعا. خلاص انا اريدك تستر عورتك دائما، خلاص حتى اذا تزوجت. خلاص المراه من الاجانب ولا من المحارم؟ الزوجه ها، الزوجه اجانب ولا محارم؟ اجانب. كيف يزهر الانسان عورته امام الاجانب؟ خلاص نصيحه، كل واحد يتزوج يقتل زوجته. قول يا ابني. واستدر بشيء ان وجدت، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء الى موضع الجلوس، ولا تستقبل القبله. لاستقبال القبله حرام، استدبار القبلة حرام. استقبال القبلة حرام، استدبار القبلة حرام. فين القبلة؟ هذه. لا تجلس بوجهك هكذا ولا بظهرك هكذا. ممكن كذا، ممكن كذا. حكم استقبال القبلة حرام، استدبار القبلة حرام. طب ورد استقبال القبلة أو استدبرها؟ هنا النصين متضادين، نص يقول لا تستقبل، نص يقول استقبل. أول حاجة أنا لا أنظر إلى النسخ. نمرة اثنين، أنا عندي قاعدة أن التعارض مرفوع. نمرة ثلاثة، عندي قاعدة تقول إعمال النص خير من إهماله. إعمال النص خير من ماذا مولانا؟ من إهماله. ومن هنا يا أهل الله، ومن هنا النص الذي يقول لا تستقبل حمله العلماء على الخلاء في الصحراء، ليس بيننا وبين الكعبة شيء. أما في الدور في البيت فيجوز، لأنه فيه ساتر. فإذا وجد ساتر لا حرمة، لم يوجد ساتر في حرمة. طب استقبال بيت المقدس ليس حرام، استقبال المسجد النبوي ليس حرام. قول يا سيدي. ولا تستدبرها، ولا تستقبل الشمس ولا القمر. استقبال الشمس والقمر نعم، لكن استدبارهم قول ضعيف. ولا تجلس في متحدث الناس، يعني لا تجلس في مكان الناس تجلس فيه، حتى لا يعني حتى لا يتأذى الناس. لا تتبول، لا تتغوط تحت شجرة مثمرة أو شجرة فيها ظل. لا تؤذي الناس في الشتاء، فالناس تحب الشمس، فلا تتبول في موضع شمس. ولا تؤذي الناس في موضع الشمس، في موضع الظل في الصيف، فإن الناس في الصيف تبحث عن مين؟ عن الظل. فلا تتبول على حجر قد يجلس عليه إنسان. لا تتبول في ثقب، لماذا يا مولانا؟ لأن الثقب ممكن يخرج حيوان يعني يؤذيك، ممكن تتبول فيخرج ثعبان مثلا. لا أمزح، والله لا أمزح، يعني في حجر يعني حفرة كده أنت تتبول، فعندما تتبول يخرج أسد مثلا، نعمل إيه؟ أسد صغير، أسد كبير صغير، نعمل إيه مع أسد صغير؟ ممكن نمر. في ماليزيا في نمر، رئيس الاتحاد السابق عنده حديقة قريب من النمر. في نمر في ماليزيا كثير ولا قليل؟ نمر، سبحان الله. إيه رأيك لو تمشي في الشارع فجأة تجد نمر، تعمل إيه؟ نحن في أمان، والله في أمان. أنا أقول لك تعمل إيه؟ قل له يا نمر أنا أصلي على رسول الله، قابل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد، جاء يأكله، قال يا أبا الحارث
إني صحابي رسول الله. قالوا أن الأسد تركه ويمشي. الأسد يفعل احترام للرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص قول يا ابني جرب الحياة تجربة. أنا لا أمزح، أنا أتكلم بصدق. قل للأسد أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سترى الأسد يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة أن أنت لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. خايف ليه؟ روح قول يا ابني أو في ظلهم ولا تكن في الماء الراكد ولا تحت الشجرة. ليه في الماء الراكد؟ لأن الماء الراكد مرة مع مرة الماء الراكد لا يتحرك، سيتحول إلى نجس. التبول والتغوط في الماء الراكد يؤدي إلى نجاسته، وإن كان كثيرا اليوم لكن هذا يتبول وهذا يتبول وهذا يتبول، خلاص انتهى الأمر. يا سيد ولا في الجحر واحذر الأرض الصلبة ومهب. ليه احذر الأرض الصلبة؟ مهب الريح يوضح. عندما يتبول الإنسان على صخرة، لو أرض رمل أو طين يشرب الإيه؟ الماء. لكن شوف لو واحد يتبول على هذا الخشب، إيه اللي يحصل مولانا؟ ها؟ الماء سيرجع. فلو تتبول على صخرة، هذه الصخرة لا تشرب الماء، فيأتي الماء هنا فيعود فيصيبك بنجاسة. طب لا تتبول في مهب الريح، لماذا؟ أنت تتبول لأن الماء يمشي هكذا، لكن الريح تأتي به هكذا فسينكس ثيابك. شفت كلام التفكير؟ لا تتبول في مهب الريح ولا على صخرة، لماذا يا مولانا؟ حتى لا يرجع النجس. قول يا سيدي واحذر الأرض ولا مش مشكلة ومحب الريح احترازا من الرشاز. الرزاز أو الرشاش اللي هو يعني بول صغير كده، البول الصغير عندما يتبول الإنسان فيه زي يعني لو يفعل إيده كده يجد قطرات صغيرة كده. قول يا ابني بقوله صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر منه. عامة يعني أغلب، أغلب من يدخلون النار لم يستبرئوا من البول. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ ها؟ مر على قبرين، فأخبر رسول الله يخبرهم، قال يعذبان يعني في النار، وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في شيء عظيم. الأول كان يمشي بالنميمة، يتكلم في الناس ويذكر الناس وكده، استغفر الله، اسكت يا مولانا، إما أن تذكر الله أو تسكت. والثاني كان لا ينظف نفسه من البول، لا يستبرئ من بوله. فإذا تبول نظف نفسك. اليوم هذا يحصل، إنسان يتبول ويمشي في الطرقات، يتبول ويمشي، يا أخي منديل تنظف به نفسك. المنديل يقوم مقام الحجر اليوم، منديل شوية ماء تنظف بها نفسك. شوف جزاء التبول من غير نظافة شيء بسيط خالص، جزاء جهنم. رسول يقول هذا يعذبان، وما يعذبان في ماذا؟ في كبير، يعني أمر بسيط خالص كان من الممكن أن يتدارك. قول يا سيد واتكئ في جلوسك على رجل. اتكئ استند، استند على مين؟ على القدم اليسرى. لماذا؟ أسرع في الإخراج. سبحان الله. ولا تبول قائما إلا عن ضرورة. التبول قائم مكروه، لماذا؟ لأن التبول قائم يؤدي إلى الرزاز، بعض القطرات قد تلوث ثيابك، فالأصل أن تتبول جالس إلا لعذر. حكم التبول واقف مكروه. ما معنى الكراهة؟ يثاب فاعله؟ لا، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. ولا تب واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء. يا ريت، يا ريت الماء
يزيل الأثر وينقي المحل. طب الحجر يزيل الأثر، ومن هنا الأفضل أن تستخدم الحجر ثم تتبعه بالماء. هذا الكلام كان زمان، كيف أتي بأحجار اليوم؟ ممكن من دين. ليه مولانا؟ لأن الحجر كان يزيل الجرم، الجسم، جسم النجاسة، ثم الماء يكون قليل شوية، لأن الماء في زمان كان قليل. هل يجوز أننا نستنجي بالحجر فقط؟ يجوز، لكن متى وجب استعمال الماء؟ إذا جف الخارج النجس، إذا اختلط الخارج النجس بغيره، آخر حاجة إذا خرج عن فتحة الشرج، خرج عن موضعه، هنا تعين الماء. طيب الاقتصار على الأحجار، يشترط أن يكون بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أطراف. حجر واحد له كم؟ وإن احتاج إلى خمسة إلى سبعة ما فيش مشكلة. فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم. وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجم. محل النجاسة هنا هي مولانا حلقة الدبر، تنقي بهن المحل، أي حلقة الدبر، بحيث لا تنتقل النجاسة عن بعض عن موضعها، وكذلك تمسح القضيب في ثلاثة مواضع من حجر. القضيب اللي هو الذكر، القضيب اللي هو الذكر، مخرج البول. فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتار. الإيتار يعني الإفراد، مفرد. ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 11، 13، 15 يعني. فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. الإيتار مستحب، ممكن ثمانية، ممكن أربعة، ممكن ستة، لكن تنقية المحل واجب، لكن أن يكون الأحجار وتر سنة. ولا تستنجي إلا باليد اليسرى. ليه باليد اليسرى؟ إكراما لليمنى. طب من يستنجي باليمنى مكروه، من يستنجي باليمنى يا مولانا مكروه. وابدأ في الاستنجاء بالقبل وقل عند الفراغ. لماذا القبل؟ القبل مخرج البول، الدبر مخرج الغائب. عندما تنظف الأمام فتدخل يدك لتنظيف الداخل لا تنجس، فإذا بدأت بالغائط نجست يدك بالبول، وإذا نظفت البول أولا لم ينجس ثانيا. ومن هنا من باب الأدب أن تنظف مخرج البول قبل مخرج الإيه؟ الغائط. وقل عند الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحسن فرجي من الفواحش. ما هو النفاق؟ إظهار خلاف الباطن، ينقسم إلى نفاق عمل وإلى نفاق عقيدة. ما هو نفاق العقيدة؟ يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ما هو نفاق العمل؟ إذا حدث كذا، إذا اؤتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فكر. نعم. وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء. ادلك يعني افركها في الرمل، في التراب حتى تنظف، لكن اليوم في حنفية تغسل بالماء. بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. نعم. ليه افركها الأول حتى تزيل جسم النجاسة ثم تغسلها؟ هذا الكلام يراعون أحوال الماء، كان الماء قليلا في ذلك الزمان. خلاص. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.